تقديم خدمة ذات نوعية للمواطن والعمل على تسوية ملفات التشغيل هو ما شدد عليه الوزير المكلف بإصلاح الخدمة العمومية محمد الغازي من سيدي بلعباس، ومنها مراسلة بالمهدي بالمهل. تجديد المرافق العمومية وتدعيمها بالأجهزة الإلكترونية والتعامل بالوثائق ذات الجودة من المميزات التي تركت انطباعا مريحا في مختلف المصالح بولاية سيدي بلعباس. الصبوطة دارونا هنا السيرج وحدنا لنا تاع مصلحة إصدار الوثائق البيومترية، خفت الضغط على مقر الدائرة، وصبح المواطن يلقى راحته كي يجي هنا. اتخاذ موعد الجو السفر كان في أقرب الأجال، يعني كما أنا خديت موعد اليوم كان بإمكان غدوة نجي نحضر به ندفع ملف تاع الجو السفر. الوزير المكلف بإصلاح الخدمة العمومية عبر عن ارتياحه لما يبذل من جهود في ولاية سيدي بلعباس لتعزيز العمل الجواري وتعميم الرقمنة. ولاية بلعباس مش راهم الأوائل، نقدر نقول راهي الأولى فيما يخص الرقمنة وفيما يخص تعليمات الحكومة في الميادين اللي تهم تسهيل العمل للمواطن من طرف الإدارة. وزاد أكثر من هذا أنا نزيد نلح على مبادرة قام بها السيد الولي وهو مشكور عليها، وهو أنه أسس على مستوى الولاية فضاء اللي يسمح للصحافة يعني الزملاء نتاعكم باش يلتقيوا تماك ويقوموا بالعمل تاعهم. الوزير طمأن المدمجين في إطار عقود ما قبل التشغيل على تسوية وضعيتهم في أقرب الأجل.